السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة مع محمد سيف الدين، ولسه مستمرين في قضية الزوج والزوجة، وبنعرض لحضراتكم كل التفاصيل الجديدة. وحلقة النهاردة أنا هعرض لحضراتكم تسجيل مهم جدا عن يوسف اليمني من أم عربية سودانية الأصل، أمريكية الجنسية، مصرية القلب. هنعرف هي قالت إيه، وتصريحات خطيرة جدا ضد يوسف اليمني. تعالوا نسمع التسجيل ده، واتمنى من حضراتكم تقولوا رايكم في التعليقات. انتظرونا في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. هناك حكم وعظات يمكن أن نتبينها إذا ما تبيننا وتفكرنا في عظمة وحكمة الله في أشياء معينة. فذهاب التاكسي الملاكي، ولا أقول الإعلامي لأن الألفاظ لا تحتاج جذافا، فإن ذهاب التاكسي الملاكي للأستاذ المبجل أحمد رجب ليضمه إلى هيئة الدفاع عن الهاربة كان أخذ فرعون أو زوجة فرعون أو أخت فرعون لسيدنا موسى عليه السلام، و نشأته وتربيته في قصر فرعون بعد أن كان يقتل ويذبح أطفال الناس. ولكن سيدنا موسى عليه السلام أصبح عدوا لدودا لفرعون، فهذه حكمة الله في خلقه. ذهب الإعلامي أبو كرش كبيرة وزيمة واسعة لأحمد رجب ليضمه لصف هيئة الدفاع، ولكن تبين الرجل ذو الضمير والأخلاق الحقائق فانقلب ضدهم وأصبح مناصرا للحق والفضيلة والرجولة وغضب لله، كما غضب من قبله أصحاب القنوات النظيفة العفيفة. هذه حكمة يعني بالغة يجب أن نتفكر فيها. وقد أصبح الأستاذ أحمد رجب في صف الحق، فهناك الآن أصبحت التحريضات والسباب والرسائل له لأنه وقف في صف الحق، وأصبحوا من ألد أعدائه. ولكن لا يهم، الأستاذ أحمد رجب معروف وعلى مدى السنين والناس تعرف المحترم والوطني وذو التاريخ الباهي النظيف المشرف. سأحدثكم عن مشهد الظهور، وكان مسرحا دراميا بائسا مضحكا مخجلا محزنا. فعندما ظهرت الهاربة و ذهب لها التاكسي الملاكي للقاء الحوار التاريخي مستقبلا إياها بأقواس النصر والورود والزهور والرياحين، كأنما جاءت من تشريف للأمة المثالية، أو كأنما هي هدى شعراوي أو سهير القلماوي أو أمين السعيد أو السيدة العظيمة أم كلثوم أو السيدة سميرة موسى أو العالمة ذرة عربية. استقبلها ذاك الاستقبال الذي تذكرونه المضحك المخجل.
وكاد يطير فرحا ويتحرك ويتنطط يمنة ويسرى. شيء مخجل، شيء مخجل مضحك. لتبدأ هي اللحن بالقول، ورأيتم ما رأيتموه، من هبط وعبل وأشياء، أشياء يندى لها الجبين. أما فيما يلي زور الأطفال فكان هذا يعني التصرف الذي لم يتوقع عاقل أن يقوم حتى مجنون بمثل هذا التصرف، لأن استجواب الأطفال أو الحديث معهم في شأن مخجل كهذا لا يحدث أصلا. وحتى إذا ما يعني كانت هناك ضرورة للتحدث في شيء يخص جريمة للأطفال، فهناك متخصصون من درسوا العلوم وقضوا الساعات في التدريب للقيام بهذه المهمة الخطرة التي تؤثر سلبا على نفسية الأطفال مدى الحياة. الأطفال تلك القنابل الثلاثة الموقوتة التي دمرت بإطلاعهم على التفاصيل من قبل والدتهم، وبالتحدث بجراءة في هذا الموضوع أمام الناس، فبالتأكيد هذا طبيعي لأنها أم غير آمنة عليهم ابتداء من ما سببته لهم من نسل مختلط ومن هروب ومن استجواب في أمر كهذا، كله فضايح. فلنترك هذا جانبا. أما عن الإملاءات والتعليمات التي يرسلها ابن سلول اليمني لنائبه في مصر ليقوم بتوكيل المحامين لحظر النشر، وأن تقوم الهاربة برفع القضايا على من تناولوا القضية هذا وذاك، فهذه كارثة وفضيحة لم يشهدها الشعب المصري في تاريخ حياته، أن يقوم أجنبي بتحويل الأموال بالإسترليني والدولار والين الياباني ليقوم محامي مصري برفع قضايا على مصريين لتنفيذ أجندته الغريبة العجيبة لأسباب في نفسه المريضة ومراهقته المتأخرة. إن ابن سلول اليمني يتدخل في الشأن المصري بكل جراءة وبكل قوة، مسانده بعض المصريين الذين وهم قلة يدعمهم ماليا، وقد قال بعظمة لسانه: أنا مش بنك. نعم قالها، يطلبون منه الأموال. فهذه بلوى وهذه كارثة وهذه مصيبة، أن يقوم أجنبي بتحويل الأموال لمصري لهذا الغرض، بأن يتحكم في سير قضايا وشؤون مصرية بحتة. ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ قال اليمني: سأغير في، وجزم أنه قد غير في تغيير المفاهيم المصرية ووضع بصمته هذا وذاك. وهذه كارثة، هذه كارثة. مصر التي وضعت ملامحها سيدات فاضلات، أمهات وآباء، مصر الشعراوي، مصر هدى شعراوي، مصر سميرة موسى، مصر من ومن، تاريخ وأسماء على مستوى العالم،
على مستوى العالم. مصر نوبل، مصر نوبل يا ابني ابن سلول، مصر نوبل. تعرف ما هي نوبل؟ هل حصلت عليها يا من تدعي أنك دكتور وتكذب؟ هل حصل على نوبل شخص من بلدك التي تقول بأن نسبة الزنا فيها، وهي بلد عظيمة وهذا وذاك، وبلدا عظيما ولا علاقات له مع إسرائيل، اليمن؟ تحاول أن تبث الأفكار الراديكالية والداعشية في شباب المصريين، وسأبين لماذا. الأفكار الراديكالية تحسب وتود أن تضع بصمات وأفكار جديدة، حتى إذا ما خرجت الخطيبة مع خطيبها فهذا في رأيك جرم كبير. هذه أفكار راديكالية. نحن في 2020، نحن أغلب المجتمع العربي مجتمع وسطي، إسلامنا جميل، لا نتحدث بالدين ونضمر وننافق بأهواء وأشياء في نفسنا، كما في نفسك، وأنا أعلم ما في نفسك. من أنت لتتدخل في الشأن المصري؟ من أنت؟ من أنت تخدع في القضاء المصري، وتخدع في القيم المصرية الوسطية، وتخدع في سياسات الإعلام واليوتيوب، وتريد أن لا يتحدث الناس عن قضايا مجتمعية يجب التحدث، يجب التحدث عنها، ولكنك لا تريد استئصال السرطان. إن أي سيدة تفعل كما فعلته الهاربة يجب أن تعرى وتحارب وتكون عظة لكل سيدة رخيصة ضعيفة لا دين ولا أخلاق ولا تربية لها. هذا سرطان، السرطان يجب أن يجتث من البداية، يجتث، فهمت؟ يجتث، وبعد أن يجتث يحارب بالكيماوي كي لا ينتشر لبقية الجسد. هذا الجسد المصري إذا ترك مثل هذه الأوبئة وهذه السرطانات الخبيثة ستنتشر الرذيلة، وهذا ما تريده، وهذا ما تسعى إليه. سرطان يجب أن يجتث منذ البداية، ثم يحارب بالكيماوي لضمان عدم وصوله لباقي الجسد. أتفهم في العلوم؟ أتفهم في الطب؟ وقد قررت وشككت في مصلحة الطب المصري الشرعي، وقلت إن الحكومة لا تناقض نفسها وستأتي بما يوافق التحليل الأول، لأن الحكومة لا تناقض بعضها. والله أنت شخص معتوه، والله، لأن لا يمكن لعاقل أن يتدخل في مثل هذا الشأن، لا يمكن أن تتطاول على دولة. ما لك أنت؟ ما لك والدول؟ أتحسب أنك قد ملكت مصر والمصريين بهذه الأموال التي ترسلها لهؤلاء المرتزقة الخونة الرخيصين ذوي القروش الكبيرة والذمة الواسعة؟ لا، أنت لم ولن تشتري مصر أو أي بلد. وإن أفكارك الراديكالية لن تستطيع نشرها. نحن مجتمعات وسطية نظيفة، نعم نخرج مع خطيبنا، ولكننا لا نأتي بثلاثة أطفال سفاح، لا نفعل هذا، أفهمت؟
تتحدث بقطع اللسان وقطع الرقبة. وقد حذرتك، هذه أفكار راديكالية وهذه أفكار داعشية لا يجب نشرها على شباب المسلمين، ولكنك فعلت ولا تهتم لمن ينصحك، وإنما استمريت في هذه المهاترات وهذه الأشياء التي لا يمكن أن يفعلها عاقل. يساندك بعض الخونة وبعض الجهلة وبعض من يرتضون قبول الأموال للسير في تراك أو في اتجاه معين. ترسل من يسب الأستاذ الجليل أحمد رجب، هذه أبلغ مقدرتك، تبلغ على القنوات، ترسل من يسبون الأحرار الشرفاء، وتحسب أنك ستغير من تركيبة المجتمع المصري بأموالك التي قلت إنك ترسلها بليين بالدولار الستيرلينج باوند. يا من أنت وما هذا الهراء؟ كذبا كذبا، أنت لا تملك أموال، ما تملكه هذه الأموال البسيطة من 300 دولار تحولها لهؤلاء الخونة الرخيصين ذوي القروش الكبيرة والذمة الواسعة، وما تحوله لنجمة اليوتيوب الهاربة. هذا كل ما تستطيع أن تفعله، ولكن لا تغري ضعفاء النفوس مثل من قلت له أن يقوم برفع الدعاوي على أهله المصريين، وعلى أساس أنك ملياردير. وحتى لو كنت مليارديرا وهذا غير صحيح أيها الدكتور الكاذب، أنت ليس طبيبا وليس دكتورا ولا تحمل شهادة الدكتوراه في أي شيء. كثير من الأخطاء والتطاول ارتكبته خلال هذه الفترة، وقد قلت لك احترم نفسك ورؤ زي ما بيقولوا أهلنا اللبنانيين. وإذا ما كان لك هذا الغرض في مستقبل تزويج ابنة الهاربة لابنك، رسمت المستقبل العريض وزواجها لأنها كذا وكذا وكذا وذات أيدي ناعمة، وكثير من التفه والسفاهة وقلة الاحترام لأهواء مراهقة متأخرة هذه، وجنون وما هذا؟ ما هذا؟ من أنت؟ ما بك؟ ألا تضع أي حساب لزوجتك إذا ما سمعت هذه المهاترات؟ ولكن بالتأكيد هي سيدة مسكينة، تحجبها عن كل شيء وتضع قوانينك الصارمة عليها لتصير متحجرة ولا تتابع ما يدور. أعرف نوعيتكم من الرجال التي تهجر على نسائها وتفعل ما تريد. عموما هذه القضية قضية مخجلة، فيها كثير من الرشوات، فيها كثير من التدخل في الشؤون الداخلية لبلد، فيها كثير من التقول على قوانين قطر مستقل له قيمته، له كثير من شغل العصابات والتفاهات ودعمه ومساندة الباطل لانتشار الرذيلة وتزوير الحقائق والتدليس والكذب في أشياء لا ولن يمكن دحضها. عندما تتحدث عن تعامل معملية محترمة من مرفق هيئة من أكثر الهيئات احتراما في العالم، ما لك والطب الشرعي؟ ما لك ومصر؟ ما لك وأخلاق المجتمع المصري؟ فتش عن نفسك، فتش عن بلدك، فتش عن شخصيتك.
وإلى هؤلاء الذين يتلقون الرشوات من شخص أجنبي يقدح في بلدهم وفي قضائهم وفي إعلامهم وفي قيم مجتمعاتهم، لا أستطيع أن أقول لهم إلا يخسى عليكم، يخسى عليكم، خسئتم، خسئتم، الله يقرفكم بالمصري، الله يقرفكم، الله يقرفكم. انتوا ايه؟ انتوا ناس؟ ايه القرف ده؟ في حاجة زي كده في الدنيا؟ لقد دمرتم مستقبلكم المهني، إذا كان هناك مستقبل مهني ولا أحسب، والاجتماعي، بسبب هذه الدريهمات التي تسنونها من هذا الشخص الغريب العجيب. السلام عليكم. هناك حكم وعظات.